الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزلازل السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد حبيباتي اليوم حنحضر معكم هاد الوجبه الصحيه واللبنينه والغنيه عن التعريف اللي هي لا سوب تاعنا ولا السوبه الحساء اللي معروفين في الجزائر تاعنا غير تح البروده القناه درنا سوبه تاع الخضره هي اللي درتها جات بنينه ولا اروع وصحيه بالمئة مع هاد البوراك اللي واش نقول هاي اللي فكرنا في رمضان اذا حبيباتي شوفي كيفاش يرمش كيفاش تعمل داخل ولا اروع اذا قبل ما نبدا حبيباتي في الوصفة تاعنا يلا عرضوا كامل حباباتكم صحباتكم وفاميلتكم باش يابوني ويشتركوا في القناة تاعي بلا ما تنسوا فعلوا الجرس وكتروا لي كومنتر باش تشجعوني نواصل معكم بفيديوهاتي ووصفاتي اذا حبيباتي يلا نبدأ على بركة الله في التحضير بسم الله هنا خديت كيما العاده والعوايد القدره تاعي تاع الطين الغنيه عن يعني التعريف خديت ال... هنايا كان عندي شويه العظم تاع الدجاج هذاك الزايد هذاك اللي درتو درت البصل كان عندي البصل طويل قطعت وحده عندي شويه كابويا او لا سيتروي درتها لا او القرعه الزروديه لي كاروت بوم دو او البطاطا الجود بالموجود درت الخضره اللي كانت عندي في الثلاجه الوغ فوالا نقلي فيها في شويه زيت الزيتون وهنايا زدت عليهم آه نقول لكم واحد نص كاس تاع عدس احمر او لونتي كوغاي شللته مليح نحيتلو هذا هذاك التراب اللي فيه وصفيته ودرتو يتقلى معاهم هنايا زدت الزنجبيل والكركم ودرت الثوم بودره هذا واستعملت كم ابيس كما سبق قلت لكم مانيش حابه نديرها بالمواد المصبره او الصناعيه حبيت نديرها صحيه فوالا هي وهنايا راني نقلي فيها على نار قليله خليتها تقلات واحد النص ساعه هكذاك وهي تتقلب حتى راحت راحتها اذا حبيباتي هذه هي الوجبه تاعي اللي نحبها وما نستغناش عليها انا من عاشقات الحساء بكل انواعه اذا نحب بزاف لي سوب سورتو كي نشم غير نشم ريحه البرد تلقاني درت لا سوب تاع الخضره اذا فوالا هذه هي هنايا دوكا نخليها كيما قلت لكم تتقلى براحتها ونزيد عليها شويه ماء سخون سينو هذاك لونتيكوغا ولا العدس الاحمر يلصق تعرفوا هو غير يتعرض للحراره يولي يلصق فوالا وهنايا بعد ما تقلات مليح وخدات وقتها وراحتها في التقليه هنا دوكا نجي نخلطها شويه ونمرق توجو كيما نقولكم لكم ونعاود الماكله تتمرق بالماء السخون باش تجي بنينه ما نمرقوش الماكله تاعنا بالماء البارد سواء بالطين ولا بلا طين المرقه الماكله عفوا تجيكم بنينه بالماء البارد كي تمرقوها شغل الخضره واللحم ولا ما لازمش تخلو شغل يتشوكا هو سخون وديروا عليه الماء بارد يتكرسل الماء ديرو على حساب الخضره اللي درتوها فوالا المهم تغطيو الخضره تاعكم كيما تحبو هنا كان عندي ام بوكي غارني تاع تاعو اسمه تاع الكرافس الحشيش تاع الشربه وشويه معدنوس فوالا نخليها طيب براحتها هنا يا حبيباتي بعد ما طابت لاسوب تاعي نطفي عليها النار ونخليها ونروح نديرو البوراك بسم الله هنايا في المقلة تاعي حطيت شوية زيت واحد زوج مغارف تاع زيت سونكو درت حبيبة البصل تاعي اللي قطعتها ندير عليها الملح ونغطيها باش تدبال علاش نديرو الملح باش البصل يتلق الماء فوالا هنا بعد ما دبلي البصل دبال، ندير عليه شوية كمية تاع فيونداشي اللي كانت عندي، ماشي بزاف، كان عندي واحد الخمسة وعشرين ألف هكداك، نزد عليها شوية فلفل كحل، وندير شوية فلفل عكري حلو، وإذا تحبو ديرو فلفل عكري حار. هنا بعد ما طابت لي لا فيونداشي كامل هنا نكسر عليه حبيبه تاع البيض درت هنا زوج حبات هنايا دوك هنا نسي نخلطهم هكذا باش يطيب كامل بالبيض هنا اللي تحب تزيد الزيتون مقطع ولو كان تزيدو هنايا شويه فلفل حاريتو وش يجي بنين ولا اروع تقطعو صغير وتقلوه مع البصل. يجي بزاف بنين البوراك تاعكم. جربوها وقولوا لي. ولا فلفل حلو. على كل حال انا نديرها بالفلفل الحار. وهنايا نطيب ونقلب فيه باش يطيب غير هذاك البيض. وبعد ما يطيب كامل ندير عليه رشة تاع المعدنوس. ونخليه دوكوتي وانا في جهة حطيت حبيبة بطاطا طيب في الماء والملح خليتها حتى تشربت كاع هذاك الماء ونطفي عليها ونخدم لا فاص تاع البوراك تاعي نصيحه برك ديول تاعكم ما تعمروهمش حتى لا تاعكم تبرد سينو ديول ما يجوش يقرمشو يخرجوا لكم شغل مع الجنين فوالا دوكا هكذا هذه هي درت هنا ونروحو ديريكتومون نخدم لا هنا حبيباتي في ان درت الحبيبه تاع البطاطا درت عليها المعدنوس وراني نسكرفج فيها بهذا البريس بوم دو تيغ واللي ما عندكمش هدايا نورمال سكرفجوها بالفرشيطه هنا هذه هي لا تاعي اللي هكذا خدمتها وبالنسبه ما كملتش معاكم الطريقه باسكو تعرفوا كامل كيفاش تخدموا الديول ولا كيفاش تخدموا البوراك ولا البريك ولا لي ولا تعرفوا كامل تخدموهم سي بوغ سا ما حبيتش نطول في الفيديو هنا حبيباتي بعد ما طابت لا تاعي دوكا هنا فتت غير هذاك شويه الدجاج اللي نحيتو بالعظم ودوكا راني رايحه نميكسيها فوالا بلو بغا ميكسر. وهنا درت شوية زيت في المقلاة على نار متوسطة ما تكون قوية ما تكون قليلة تقووها يتحرق وما يجي شباب تقل ديروها ناقصة النار يتشرب قاع الزيت وما يجي يقرمش على غديرو في على صوتي لأني راني مريضة بو هنا يعني نطيبهم مليح ونشوفوهم في صحن التقديم هنا حبيباتي شوفو لاسوب تاعي درت عليها زيت الزيتون. ما شاء الله جات بنينة صحية واش نقولكم تحبوها تقيلة ديروها كيما درتها أنايا، تحبوها شوية خفيفة. ما تخلوش تطيب بزاف تاعكم. هذا هو البوراك تاعي اللي جاي يشهي ما شاء الله يقرمش. وبنين تاني اذا بهذا حبيباتي نتمنى ان شاء الله ان الوصفة تاعي نالت اعجابكم ورضاكم فضلا وليس امرا دعموا القناة تاعي بجام واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبالنسبة اللي جربوا وصفاتي حطوا في فيسبوك تاعنا الفيسبوك لموند بيباتو اذا نقول لكم ربي في ساعة الخير تهلاو في صحيحكم ورويحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي يحبوهم وتحبوهم وكم. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته